السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بيكم مرة تانية في الدرس الخامس والسادس والأخير من الوحدة الثالثة، الوحدة الثالثة بتاعتنا واللي كان عنوانها How do I look، يعني كيف أبدو. في الدرس ده حبايبي بيكلم لي عن اليونيفورمز، يعني الزي الموحد، سواء الزي الموحد ده كان في مدرسة أو في عمل او كمان زي موحد لبلد او زي بتتميز به بلد معينه. طبعا من خلاله هيجيب لي بعض الاولاد اللي بيكلموا عن شكل الزي الموحد بتاع المدرسه، وهعرف ازاي بحط مجموعه من الصفات قبل الملابس، يعني مش صفه واحده، يكونوا 2 3 4 مجموعه من الصفات بتوصف اشياء مختلفه بتيجي قبل اللبس، سواء بتوصف الحجم او بتوصف اللون او بتوصف كمان الماده اللي مصنوع منها الملابس. بس قبل ما نبتدي يلا، لو ما كنتش مشترك في القناه اشترك بسرعه، ولو ما كنتش مفعل الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جايه ان شاء الله. واللي مش متابعنا ممكن يدخل على قائمه التشغيل اللي عنوانها الخامس 2023، هلاقي كل الدروس من اول وحده لغايه ما احنا واقفين ان شاء الله. تعالوا يلا نبتدي بالكلمات بتاعتنا النهارده. اول كلمه كلمه سمارت. سمارت سمارت يعني انيق. سكول يونيفورم. سكول يونيفورم. سكول يونيفورم يعني زي مدرسي. شورت سليفد. شورت سليفد. شورت سليفد يعني كم قصير. تشيكت. 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 تشيكت حبايبي هنا معناها على شكل مربعات. فيست. فيست. فيست حبايبي يعني يوم العيد اوليما. بيل. بيل. بيل حبايبي معناها فاتح. طبعا عكسها كلمة دارك. ودارك حبايبي معناها غامق. تاني كلمة دارك معناها غامق او داكن، اما بيل معناها فاتح. سترايبس. سترايبس. خدنا قبل كده كلمة سترايبت معناها مقلم. سترايبس بمعنى خطوط طولية او مخطط. تاي. تاي. طيب بمعنى ربطة عنق او الكرافتة. مكسيكو. مكسيكو. مكسيكو دولة المكسيك. سامبريرو. سامبريرو. سامبريرو ودي قبعة حبايبي من الجوخ، ودي بيلبسها الناس في المكسيك. تعالوا نشوف يلا الاكسترا فوكابولاري اللي هو مدهلي. عندنا كلمة تراوزرز بمعنى بنطلون. تراوزرز. تراوزرز. سوكس. سوكس معنى شراب. colorful. colorful بمعنى ملون او زاهي الالوان. celebration. celebration. celebration يعني احتفال. vest. vest. vest بمعنى سترة. linen. linen. linen بمعنى كتان. style. style يعني نمط. happily. happily بمعنى سعادة. سعادة. silver. silver. silver ودي فضة او اللون الفضي. تعالوا نشوف يلا الطلبة دول بقى وهم بيكلموا عن الزي المدرسي بتاعهم وازاي بيوصفوا. student A يعني الطالب الاولاني بيقول I really like. قلنا like حبايبي بيجي وراها اسم او فعل فيه ing، فبقول I really like our school uniform يعني انا بحب الزي المدرسي بتاعنا جدا. everyone. everyone حبايبي بمعنى كل واحد او كل شخص. wears وخلي بالكم ان everyone دي بتعامل معاملة المفرد، فعشان كده قال لي wears. a short sleeved white shirt يعني قميص ابيض كمامة قصيرة او شكل ما بنقول نص كم. the girls wear a blue skirt and the boys wear blue trousers يعني البنات بتلبس جيبة زرقاء اما الصبيان فبيلبسوا بنطلون ازرق. we all have to وان have to دي معناها يجب ان او مضطر ان. we all have to. have to حبايبي بيجي وراها مصدر. we all have to wear white socks and black leather shoes يعني كلنا لازم نلبس شراب ابيض وكمان لازم نلبس حذاء اسود وجلد. it doesn't get very cold here يعني الدنيا ما بتبردش هنا. but when it does لكن لما بتبرد يعني when it gets cold لو شلنا does دي هنحط مكانها gets cold يعني لما الدنيا بتبرد. we can wear our blue sweater بنلبس السويتر بتاعنا. تعال نشوف student B بيقول at school I wear a pale blue shirt يعني في المدرسة انا بلبس قميص ازرق فاتح. and dark blue trousers اما البنطلون فهو ازرق غامق. we have to wear يعني يجب ان نرتدي a tie every day لازم نلبس جرافتة كل يوم. it's a dark blue بيبقى لونها ازرق غامق.
with light blue stripes on it، يعني بيبقى فيها خطوط طولية والخطوط دي بيكون أزرق فاتح. The girls in my school also wear a pale blue shirt، برضو البنات بتلبس قميص أزرق فاتح. But they don't wear trousers، بس هما ما بيلبسوش حبايبي بناطيل. They wear a blue and white check سكيرت، بيلبسوا جيبة، الجيبة دي بمربعات، المربعات دي أبيض وأزرق. The girls don't have to wear a tie، طبعا مش بيضطروا ان هم يلبسوا كرافتة، مش مضطرين طبعا ان هم يلبسوا كرافتة. تعالوا نشوف حبايبي student C، الطالبة رقم 3 بتقول our school uniform is really smart، والله الزي بتاعنا شيك جدا. We have to wear a white shirt with a red tie، بنلبس قميص أبيض وكرافتة حمراء. We wear a dark gray skirt and a blue jacket، يعني بنلبس جيبة لونها رمادي بس غامق، and blue jacket وكمان جاكيت لونه أزرق. تعال نشوف حبايب تيرن دي بيقول the girls and boys have different uniforms at my school، بقولين البنات والأولاد بيلبسوا زي مختلف في المدرسة بتاعتي. The boys wear light green shorts and long green socks، بيقول ان الأولاد بيلبسوا شورت، الشورت ده أخضر فاتح. كلمة light هنا حبايبي بتساوي كلمة pale، تاني light بتساوي كلمة pale. And long green socks، وكمان شراب أخضر طويل. We wear white shirts and we have got a dark red sweater for when it gets، احنا بنلبس قمصان بيضة وكمان عندنا sweater، السويتر ده بنلبسه لما الدنيا بتبرد، والسويتر ده لونه أحمر. My sister's uniform is different، لبس أختي بقى مختلف. She wears a blue skirt and a yellow shirt، بتلبس جيبة لونها أزرق وكمان بتلبس قميص لونه أصفر أو بلوزة لونها صفرة. يبقى لاحظ حبايبي دايما إن اللون بيجي قبل الاسم، ودرجة اللون حبايبي لازم تيجي قبل اللون. يعني ما ينفعش أقول blue dark، لازم أقول dark blue. ما ينفعش أقول yellow pale، لازم أقول pale يلو، ولو في اوان بتيجي قبل ده كله. تعالوا نشوف حبايبي student E، الطالب E بيقول our uniform is a dark blue skirt for the girls or dark blue shorts for the boys، طبعا بيقول بالنسبة للبنات بتلبس جيبة زرقاء غامقة، وبالنسبة للصبيان برضو بيلبسوا شورت ازرق غامق. A pale blue cotton shirt، وبيلبسوا قميص قطن لونه ازرق فاتح. White socks، الشراب لونه ابيض. And black shoes، وجزمة لونها سودة. When it's cold، لما الدنيا بتبقى برد. We wear dark blue vests، بنلبس سترة أو سدير كده شكل ما احنا بنقول لونه أزرق غامق. Or jackets أو جواكت. I like my uniform، يعني أنا بحب اليونيفورم بتاعي. الشكل ما قلنا حبيبي هو بيعلمني هنا في الدرس ده إزاي أحط مجموعة من الصفات قبل الاسم، إذا كانت الصفات دي بتوصف أشياء مختلفة. شكل السايز، سايز حبيبي اللي هو المقاس. age يعني عمره سواء قديم ولا جديد، يعني old أو new. big ولا small بالنسبة للحجم، large ولا medium or x large. خلاص، طب اللون أي لون بقى، وبعدين الماتيريال يعني المادة الخام بتاعته، وبعدين بحط الاسم. يعني ده الترتيب اللي بيجي قبل الاسم أو قبل اللبس. لو في مقاس بجيبه الاول، عمر بجيبه بعده، لون بجيبه بعد العمر، المادة الخام هي اللي بتيجي قبل الاسم. يبقى عشان اسهل على نفسي حبايبي لازم احفظ ايه اللي بيجي قبل الاسم مباشرة وايه اللي بيجي في الاول. بحفظ ان الاول بيجي المقاس، وقبل اللبس مباشرة بيجي المادة اللي هو مصنوع منها. يبقى حاجتين اتنين مهمين، قال العمر قبل اللون، تاني العمر قبل اللون. فهنا بيقول لي I wear a cotton shirt، طبعا هنا ما فيش الا صفة واحدة وهي cotton. طيب لو بصينا للمثال التاني بيقول لي she likes wearing white cotton clothes، طبعا هنا قبل اللون وقبل المادة الخام، المادة اللي بتصنع منها. طبعا عارف المادة اللي بتصنع منها بيجي قبل اللبس على طول، يبقى اكيد اللون هيجي قبله، فاقول white cotton clothes. ما ينفعش اقول يا مستر cotton white clothes، كده هيبقى الترتيب بتاع الصفات غلط. نشوف المثال الاخير اللي هو مديهولي، بيقول she bought a small new leather bag، طبعا هنا دول ثلاث صفات. لو بصينا للصفه الاولانيه هنلاقيها بتوصف الحجم او المقاس، وبعد كده قبل الصفه اللي بتوصف العمر يعني جديد ولا قديم، وبعد كده قبل
المادة اللي مصنوع منها وهي ليذر، ودي اللي بتيجي قبل اللبس مباشرة. طب لو في لون كان جه فين؟ هقول لك كان جه بعد كلمة نيو. يعني لو الشنطة دي سودة هقول a small new black leather bag. تعالوا نشوف اول كويز معانا بقى حبايبي، واللي بيقول لي صحح she wore a cotton green dress. طبعا قلنا المادة اللي بتصنع منها الشيء لازم تيجي قبله، فالمفروض اقلب فاقول a green cotton، تاني a green cotton dress. نمبر 2 بيقول لي he had to wear an orange old hat. طبعا orange بتوصف اللون، جميل. طب old بتوصف العمر، واحنا قلنا العمر بيجي قبل اللون، فاقول he had to wear an old orange hat. طب اللي بعدها بيقول لي dad bought me a white new جلابية، نفس الفكرة، العمر اللي بيجي الأول وبعدين اللون، فأقول a new white جلابية، يعني جلابية بيضة جديدة. طبعا هنا بقى حبايبي بيديني ازاي اكتب عن الملابس بتاعتي او عن الملابس المفضلة. تاني بيعلمني ازاي اكتب عن الملابس المفضلة، فقال لي لما اجي اكتب عن الملابس المفضلة اول حاجة بقول my favorite clothes are. خلي بالكوا حبايبي كلمة clothes دي جمع، فبالتالي لازم يجي وراها are. فقال لي my favorite clothes are واقول الملابس بتاعتي، يعني مديني مثال هنا اهو، بقول my favorite clothes are shorts and t-shirts. يبقى كده بجيب اسم الملابس المفضلة عندي. بعد كده بقول I have a، واجيب طبعا لبس تاني او شيء امتلكه واقول which، which دي معناها الذي، وبعد الذي اكيد هجيب صفة لي. فهنا بقول لي مثلا I have a small new leather bag. لاحظ ادي الحجم، ادي العمر، ادي المادة اللي بيتصنع منها. I have a small new leather bag which which دي الذي او التي، يبقى هيجيب لي صفة ليها هيعرفني بيها. قال which is light blue، يعني اللي بتكون ازرق فاتح. بعد كده بيقول لي I also like، اقول بعد كده انا بحب ايضا، طبعا اجيب برضو ملابس انا بحب البسها. فهنا مثلا قال I also like linen skirts، يعني انا ايضا بحب الجيبات الكتان. وبعد كده اقول they are my favorite because، يعني اقول هي ليه مفضلة عندي. فمثلا قلت they are my favorite because they are comfortable، يعني هي المفضلة عندي لانها مريحة. وكده بيعلمني ازاي اكتب عن الملابس المفضلة والملابس اللي عندي، وازاي اوصف لونها وازاي اوصف حجمها وليه كمان هي المفضلة. بحفظ ده كموديل اقدر استعين بيه لما اجي اكتب عن ملابس بتاعتي المفضله. في صفحه 160 حبايبي بيقول لي look and read what's the mexican hat called، يا ترى اسم القبعه المكسيكيه ايه. يبقى هنا هيكلم لي عن المكسيك والزي بتاع الناس في المكسيك. بيقول لي clothes in mexico، طبعا الملابس في المكسيك. these girls، يعني البنات دول، are wearing traditional mexican dresses، يعني لابسين حبايبي فساتين مكسيكية تقليدية. كلمة traditional يعني تقليدي. look they're very colorful، اول حاجة شفناها ان هي ملونة او زاهية الالوان، الالوان اللي فيها واضحة. there are lots of colorful stripes on the dresses، يعني في حبايبي خطوط مقلمة كتير في الفساتين. girls in mexico wear dresses like these during feasts and celebrations، طب يا ترى بيلبسوا الملابس دي امتى؟ قال لي في الاعياد وكمان في الاحتفالات. Mexican girls love bright colors، يعني بيقول لي ان البنات في المكسيك بيحبوا الالوان الفاتحه. even when they are not celebrating، حتى لما بيحتفلوش حبيبي، they wear bright color clothes، بيلبسوا ملابس دايما زاهيه الالوان. people in mexico، يعني الناس في المكسيك، wear hats، بيلبسوا قبعات to protect their faces from the sun، عشان يحموا طبعا وجوههم من الشمس. this is a sombrero، sombrero اللي هي الطاقية اللي بيلبسوها في المكسيك. it's a traditional mexican hat، يعني هي قبعة مكسيكية تقليدية. بقولي there are lots of different styles، يعني في حبايبي استايلات كتير، انماط كتير of sombrero، يعني من القبعات
المكسيكية دي. Some have stripes، بعضها في خطوط كده مقلمة. And some are very colorful، وبعضها ملون جدا. Some even have gold and silver on them، يعني في بعضها بيبقى مرصع حبايبي بجولد، جولد حبايبي اللي هو الذهب، وكمان سيلفر اللي هي الفضة. يبقى مهمتي هنا ان نحفظ ان القبعة المكسيكية اسمها سامبريرو. سامبريرو. تعال نشوف حبايبي بقى general exercises اللي هو مدهالي على الدرس الخامس والسادس. عندنا كلمة stripes، وقلنا stripes يعني خطوط. عندنا كلمة wear يعني يرتدي. عندنا كلمة white يعني ابيض. عندنا كلمة trousers يعني بنطلون. وعندنا كلمة on يعني على. قول at school I wear a pale blue shirt and a dark blue E. طبعا اكيد طالما الشيرت ده هيبقى عليه بنطلون، يبقى trousers، يبقى and dark blue trousers، وبنطلون ازرق غامق. We have to wear a tie every day. It's a dark blue with light blue E. بيقول لي ان الكرافتة دي لونها ازرق غامق بس فيها ايه فتحة، هتقول لي فيها خطوط فتحة، فالمفروض اقول with light blue stripes. stripes حبايبي بمعنى خطوط، تاني stripes بمعنى خطوط on it. The girls in my school also a pale blue shirt. اكيد بيرتدوا، يبقى wear حبايبي بمعنى يرتدون. But they don't wear trousers، بس ما بيلبسوش بنطلون. They wear a blue and a checked skirt. طبعا اكيد عايز لون تاني طالما قال لي a blue and a checked، وقلنا checked حبايبي بمعنى مربعات، يبقى blue and white يعني بمربعات بيضة على زرقاء. تعال نشوف يلا اول ترتيب معانا. بقول are my favorite clothes shirts cotton. طبعا هنا حبايبي عايز اقول ان الملابس المفضلة بتاعتي هي القمصان القطن، فحقول my favorite clothes are، طبعا هنا لازم اجيب المادة الخام الاول، فاقول cotton shirts يعني القمصان القطن. طب تعال نشوف نمبر 2. بيقول لي green she dress wears a، انا عايز اقول ان هي بترتدي فستان لونه اخضر، يبقى هقول كده she wears يعني هي ترتدي، قلنا a بتيجي قبل اللون، فاقول a green dress يعني فستان لونه اخضر. طب تعال نشوف اللي بعدها. wearing ترتدي these girls البنات دي Mexican مكسيكيين dresses فساتين are، يبقى انا عايز اقول ان البنات دول لابسين فساتين مكسيكية، يبقى هقول كده حبايبي these girls يعني البنات دي are وراها verb plus ing، يبقى are wearing، ها لازم اجيب كلمة مكسيكان الاول، طبعا هنا دي الجنسية بتاعت الفساتين، يبقى مكسيكان خلي بالك بتبدأ بكابيتال لتر عشان دي جنسية، مكسيكان دريسز يعني لابسين فساتين مكسيكية. تعال نشوف حبايبي نمبر 4. بول الليذر جلد هي بلاك شوز ميد، يبقى انا عايز اقول هو صنع جزمة سودا جلد، يبقى مهم هنا ان انا اخلي بالي من ترتيب الصفات قبل الاسم. طب هجيب الفاعل بتاعي اللي هو هي، طب الفاعل بتاعي هتقول لي ميد، طب خلي بالك بقى يا ترى هجيب المادة اللي بيتصنع منها ولا اللون الاول، هتقول لي لا مستر اللون الاول، فاقول بلاك كوما ليذر وبعدين الاسم بتاعي في الاخر اللي هو ايه حبايبي شوز. تعال حبايبي نشوف يلا سؤال التوصيل. بيقول لي هي ويرز ا شورت، يعني هو بيرتدي ايه قصير، يبقى اكيد هقول وبيرتدي قميص بكمام قصيره، فاذا هقول he wears a short sleeved shirt يعني قميص بكمام قصيره او نص كم. طب نمبر 2 بيقول my tie is dark، يعني الكرافته بتاعتي اكيد دارك معناها برافو عليكم غامق، يبقى اكيد عايز بعدها لون، فهقول my tie is dark blue with light blue stripes يعني فيها خطوط زرقاء فاتح. تعالى يلا نمبر 3. بيقول لي the girls and boys have،
بيقول لي ان البنات والاولاد عندهم ايه؟ هتقول لي ايوه عندهم لبس مختلف او زي مختلف في المدرسة. يبقى have different uniforms at school، يعني عندهم زي مختلف في المدرسة. يبقى دي هكتب عليها 3. طيب نمبر 4 بيقول we wear sweaters، يعني احنا بنلبس sweaters بتاعتنا. قلنا لما يكون الدنيا برد يعني in the winter ولا in the water؟ هتقولي لا in the winter يعني في الشتاء. تعال حبيبي يلا في صفحة 162 بيقول read the text and answer the questions. بيقول girls in Mexico are wearing traditional Mexican dresses، بيقول لي ان البنات في المكسيك بيلبسوا فساتين مكسيكية تقليدية. They are very colorful. طبعا لازم قبل ما امشي اشوف زي دي عايده عليا، يعني بيقول لي هي ملونه، هي مين ملونه البنات ولا الفساتين؟ هتقول لي لا مصر الفساتين، يبقى زي دي عايده على الفساتين. There are lots of colorful stripes on the dresses، يعني في طبعا خطوط ملونه كتير في الفساتين. They wear them during feasts and celebrations، يعني بيلبسوهم حبايبي اثناء الاعياد والاحتفالات. Mexican girls love bright colors، والبنات في المكسيك بيحبوا طبعا الالوان الفاتحه. People in Mexico wear hats to protect their faces from the sun، بيلبسوا طبعا قبعات عشان يحموا وجوههم من الشمس. This is a sombrero، طبعا القبعات دي اسمها sombrero. بيقولي it's a traditional Mexican hat، ودي قبعة تقليدية في المكسيك. There are lots of different styles of sombrero، يعني في أشكال مختلفة أنماط مختلفة للقبعات دي. Some have got stripes، بعضها فيها خطوط. And some are very colorful، وبعضها ملون جدا. Some even have got gold and silver on them، حتى بعضها مرصع بالذهب والفضة. تعال نشوف يلا اول سؤال معانا. بيقول لي girls in Mexico love، بيقول لي البنات في المكسيك بيحبوا ايه colors؟ بيحبوا طبعا bright colors، قلنا bright دي يعني الالوان الزاهية. طب اللي بعدها بيقول لي people in Mexico wear ايه to protect their faces from the sun، بيلبسوا ايه بقى حبيبي عشان يحموا وجوههم من الشمس؟ هتقول لي hats يا مستر، يعني قبعات. نمبر 3 بيقول لي the sombrero has a styles، هتقول لي طبعا هو قال لي في القطعه lots of، كثير من، هو جاب جزء لكن ما جابش الكل، فبالتالي لازم اقول has different styles، يعني ليها اشكال مختلفه. تعال نشوف اول سؤال. بيقول لي what's a sombrero، يا ترى ايه هي sombrero؟ قلنا دي القبعات اللي بيلبسوها. يبقى هقول it's a traditional Mexican hat، يعني دي قبعة مكسيكية. تاني حبايبي دي قبعة مكسيكية تقليدية، تاني قبعة مكسيكية تقليدية. طب تعال نشوف السؤال الخامس. بيقول what does the underlined pronoun they refer to، احنا قلنا they دي، قلت عشان كده لازم اشوفها قبل ما امشي عشان اكيد هيسألنا عليها. قلنا دي حبايبي عايدة على مين؟ برافو عليكو، على المكسيكان dresses، يعني على الفساتين المكسيكية. طب تعال نشوف البنكتشويشن معانا. بيقول لي we wear jackets when it's cold، طبعا هبدأ بالW capital عشان في أول الكلام. طبعا wear jackets when it's، هتقول لي فينا apostrophe يا مستر، it is cold في الآخر حبايبي، هحط في الستوب لأن دي جملة عادية. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. طبعا الناس اللي مش متابعانا من الاول ممكن تدخل على قائمة التشغيل وتجيب الخامس 2023، هتلاقي فيه كل دروسنا الخاصة بالصف الخامس الابتدائي منهج كونكت الجديد. يلا شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، واستنونا ان شاء الله في الوحدة الرابعة. جود باي، السلام عليكم.